ألو، هاي بيبي، كيفك؟ بيبي عندك قلم ورقة؟ بدي نقلك أغراض المكدوس. بدي 15 كيلو باذنجان حمصي. ايه روحي سجلتهم كلهم. يا عمري ليش لعيدهم؟ بس فهميني ليش؟ انت بتشتغلي يعني ببرنامج بيعلموا الطبخ؟ بيضلوا بيعيدوا الطبخة بيعيدوها لحتى نكرهها؟ ما رح انسى روحي. خلص بخلص شغل وبوشي على السوق، بجيب الاغراض وبجي. باي يا عمري. وانا كمان، ها. باي روحي، باي. باي. شو هالاكلة هاي؟ هاي اكلة الفقراء؟ هاي اكلة ملوك؟ يا الله يعين العالم. يعني شلون الفقير بده يجيب كل هالاغراض؟ ابو عبدو. نعم تفضل. تعال لعندي. تفضل. ابو عبدو، زين شوف لي هدول الاغراض قديش بكلفوا ومن وين بدي اجيبهم؟ استاذ من وين بدك تجيبهم؟ لحظة استاذ، جوز وفليفلة وتوم. هلا استاذ هدول بأمنهم ما تخاف، بس قديش بكلفوا استاذ؟ هدول وثمانية والله بكلفوا هدول استاذ، ها بكلفوا. يعني تقريبا قد ايه؟ يعني تقريبا هدول استاذ والله بكلفوا يا استاذ هدول. ابو عبدو قديش يعني هيك بتفكيرك، يعني هيك اذا قعدت فكرت وصفنت فيهم قد ايه بكلفوا؟ اذا صفنت استاذ؟ ايه يعني اذا صفنت استاذ والله هدول بكلفوا يا استاذ. لا الا الله، عم اقول لك قد ايه بكلفوا يعني. طيب خلص استاذ، هلا انا بحسبهم هنيك استاذ وبقول لك قد ايه بكلفوا استاذ. خلص ما تخاف استاذ. ماشي استاذ. حاضر استاذ. روح. بس والله بكلفوا هدول استاذ، ها؟ روح. حاضر استاذ، حاضر. 3000 زادت 800. اما يا رولا شو مكدوسات بينهدوا لملك بشهو. استني علي بس يومين ليشربوا هالزيتات وبدوقك ياهم. كثير منيح، لانه انا كمان رح دوقك مكدوساتي اليوم، قررت ساويهم. شو؟ ليش انت بتعرفي تعملي مكدوس؟ وليش لحتى ما اعرف؟ وبعدين لو ما بعرف فتلك على هالنت وطلعت معي شو وصفه غير شكل. وشو بيقول في هذا النت؟ شلون بيعملوها؟ مو أتاري تبعات مطار روما يلي بأمريكا، كانن يلي دقوا مكدوساتك، عملوا صفحة إعجاب للمكدوس ومنزلين صور المكدوس تبعك وتحت حاطين الوصفة. أم أنا أعجبت فيها صراحة كتير ورحت سرقتها. عن إذنك. ضربت سد ما ترد. طعمرك شو غليظة. لا 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 سلامة سلامة. لا تفرزينا، دقينا الباب بالغلط. ولي همك شو نويتوا تساووا مكدوس؟ ايه والله شوفت عينك. الله يقويكم يا رب. تعرف اي شيء تحتاجوا انا جاهزة، بدخل بساعدها وبعلمها كمان. بصراحة بس انا خشلت لها، خفت انها تتحسس. ايه والله صايرة عم تتحسس بيني وبينك. بس انت غالي علي. لك الله يخليلي اياكي. اي شيء تحتاجوا بس خبروني. تسلميلي خالتي. ايه في مجال بس هيك تدقينا الباب؟ ايه على عيني على عيني. يلا عيشو. اهلا روحي، يعطيك العافية. هذا ساعديني ساعديني. يعطيك العافية يا عمي. هاي شفت لك كل اغراض المكدوس، ها؟ يعطيك الف عافيه. طب يلا لك روح غير ثيابك لاشوف اذا نسيان شيء. ماني نسيان شيء، الاغراض اللي قلتي لي عليهم جبت لك اياهم. في غدا ولا لا؟ هلا وقت الغدا، عم بقول لك بدي ساوي يوم، بدي اسلق المكدوس. روح انت هلا. يلا يعني بناكل اليوم؟ ان شاء الله. يلا لا تطمهي ناس قصاي، بدك ترجع تحملي الباذنجاناتها. بيبي شو هالباذنجان هذا كثير كبير. لك روحي هذا اللي لقيته، شو بدي اعمل؟ بعدين لازم المكدوسة تكون صغيرة يعني. أنا هيك بعرف. بيبي الطعم كتير حلوين. ايه وهذا التوم الطعم كمان. روحي صافي قد الدنيا، انا اقعد اشتغل بهيك شغلات. يعني شو بدك تشتغل لك؟ معقول انا اقعد ساوي المكدوس لحالي؟ بيبي شو ما جبت لي ملح؟ لا حبيبي ما جبت، عنا شوي. لك شو شوي؟ لك هدول 15 كيلو مكدوس يعني بدهم كتير ملح. لك اشتهيت شي مرة يا قصي اطلب منك شغلة وتجيبها كاملة، هيك دائما بتعمل فيني. قوم انزل على السوق وجيب لي ملح. لك شو؟ لا تسترخيص، جيب لي ملح مي ود.
مين هذا ميوان؟ هذا ملح صحي ومغلف وفيه يود. دود؟ يود. خلص خلص هلا بخلص هلا اللي بايدي وبقوم بجيب. بيبي يلا بقى قوم هلا انزل يلا. بعدي هيك. بدك شي غيره؟ لا سلامي. يعني لازم ننتقل المكدوس مقنينة الغاز؟ ليك الارض كلها سودا صارت من مية المكدوس ونزعنا الشحاطة الجديدة. يا الله انا شو عرفني؟ شو عرفك؟ جايبتي لي اياها 33 وانا 42. بيبي هي للشطوف. انا بفتح. مرحبا رورو. اهلين. كيفك شو اخبارك؟ منيحة تمام خير. شوفي ما في شيء بس شو وين اغراض المكدوس؟ مو على اساس بدك تعملي وشاطرة وبتفهمي طلعتي علاكة ما بتعرفي تعملي شيء. شو صار بالشاطرة؟ انا علاكة؟ بعدين اصلا كلياتهم كم كيلو يعني باذنجان ما لنا الحزاين خرب الدنيا كرمالهم. شو بدك هلا ليلي؟ انا شو كان بدي انا ما بدي شيء وسألت لحالي يعني بركي بدك شيء استشاره بدك شيء شغله بما انه انا صرت خبره بالمكدوس يعني قلت بفيدك. لا ما بدي شيء. فاضل شاطر. ايه قزين ما بدي شيء. بدي سلامتك حبيبتي يلا روحي انا ماني فاضي عندي شغل. ليش كم تعملي معي العمى؟ شو صايره نفسي وحقيره؟ ليش هلا نفسي وحقيره؟ مو جيران احنا ورفقات. طب خلص روحي هلا بعدين بنحكي بعدين بنحكي. شوف شو بدك بالشاطه. شو بدك بالشاطه؟ فظيعة يا اختي. يلا معي. شو حشرية قصاي؟ شلون عم يطلعوا زرار؟ يا الله مش هي ذوقهم بس ليك على الصفة شو حلوة. روحي بس كأنه كاشين. بعرف كل باذنجان هلا قد جبتها. بركي من السلق والعصر. بيب عطيني الزيت اللي عندك لازم شبعوا الزيت كثير منيح. بقي لك منك هدول بس. روحي هلا هدول 15 كيلو. إلك شو مفكر انت؟ هي دواقة اذا حبيتهم بعمل لك بكره مية. رح روح شوف مين. ديري بالك. ها حبيبتي عم اقول لك والله العظيم ساعدتها ما تركتها ما تركتها. ليكا ليكا اجيت خير امك قولي لها اني ساعدتك. ايه الو. ايه مامي. ايه هلا خلصنا. اما شو رح تدوقي مكدوس بحياتك ما دقتي مثله. ايه قبور قلبي قصاي ساعدني من اول مكدوسه لاخر مكدوسه. قولي لها على المكدوسه النصرانيه. ماما طلع في مكدوسة كتير كتير كبيرة القصاية هي لإلك. ايه مامي ايه والله شفتي كان لازم اسمع كلمتك. يلا مشي الحال. ماشي مامي الله معك مع السلامة باي. تسمعي كلمتها بشو؟ بدي يعني اعمل الوصفة اللي عطتني اياها مشان يطلع المكدوس طيب. فهمت عليها يعني بتحشي يا شوكولا يا لحمي. بايخه على فكره. هلا خلصيني شو؟ لك شو بشو؟ اجت لعندي قالت ليكي رولا بتلبسي احلى شيء عندك ها وكل شيء مجوهرات بتلبسيها وبتحطي هال 100,000 بجيبتك وبتروحي على افخم مول وبتنقي مكدوس جاهز وبلا لبكه. والله برافو عليها كانت تعطينا هال 100,000 بلا هاللبكه اللي تلبكناها. يلا مشي الحال. ميرسي بيبي انك ساعدتني. قومي اغسلي لي ايدي. أهم شيء. صباح روحي. صباح الخير. ايه شو الفطور اللي شحي؟ تعرف اليوم بدنا نفطر انا وياك مكدوس. ليش استوى حبيبي؟ لكن مو صار لهم اسبوع لازم يكونوا استوى. بعدين انا اليوم وعدت رفقاتي اني اخذ لهم معي مكدوس على الشغل بس انا قلت لازم انت تكون اول واحد بدوقهم. إلك ناوليني هالقطرميز لحتى أكون أول واحد يسحب المكدوسة منه. هاتي من عيوني.
هاتي نشوف. أخيرا ناكل المكدوس. لك المكدوس. أوه ظريفة أنت. ليش هيك فارطه؟ عادي خذ من اللي تحت. شو روحي كلهم فارطين كأنه. شو حاطه فيه؟ انا رح افتح الباب. شلونك يا عرب؟ ام ليلى هلا اذا المكدوس فارط شو بكون يعني؟ فارط؟ شو الملح اللي حاططيه؟ الملح الميوات هذا، بس شو دخله؟ شلون شو دخله؟ ملح اليود بخلي الباذنجان يفرط. المعنى العوض بسلامتكم، بدكم تاكلوا هيك. انت السبب كل الحق عليك. مين انك تروح تجيب لي هذا الملح دراب السخن؟ اه شو بدي اقول هلا لرفقاتي؟ لك يا شماتت قواسين فيني. انت هيك دائما، ما بترتاح غير لتبهدلني قدام العالم. هلا يا قصي بتنزل بتجيب لي غراض. اليوم بدي اعمل مكدوس.